فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال إن الطوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن، قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أوان، وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان. نعم، جزاك الله خير. هنا يعني هنا ابن القيم يقول احمد الله ايها السني، احمدوا الله جميعا، احمدوا الله ان الله تعالى ما تركنا لاهوائنا ولا لاذواقنا ولا لزلل مشايخنا ولا لانحرافات المعلمين لنا العقديه، نحمد الله على ذلك. يا رب امين. استغفر الله نعلكم فوق راسي والله العظيم يا سيدي، الله يثبتنا لكم على الحق يا رب. الحمد لله، التوفيق من الله جل في علاه، الحمد لله، الله يرضى عنا وعنكم يا رب. فانظر اخي الكريم كيف يقول لك ايها السني اتق الله ربك واحمد الله، احمد الله على استقامة الامر عندك، على تلألؤ الايمان في قلبك، على حسن اعتقادك في ربك. وقد قلنا قبل ذلك حسن الاعتقاد في رب العباد نجاة، وقلت بأبواق لتسمع الدنيا بأسرها بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. وكلما وجدت عند الرجل الانحراف العقدي فلا تنظر له بامتلاء، يعني لا تنظر له بعين امتلاء أنه ممتلئ، كما قالت هذه المفتونة، أنا هقول اسمها على طول بقى، المفتونة المهبولة المخذولة، قالت وذلك أعلم أهل الأرض والذي حصى وندى واستقر الأمر. لا، والحرفات العقدية موجودة بعلو، ولأنها لا تفقه تحسب أننا نقلد المشايخ الذين قد أورثونا ما يعتقدون، وهذا تقليد أعمى لأننا لم نطلع على أقوال المخالفين. نحن نقول لا يكون العالم عالما إلا أن يعلم ما له وما عليه وأقوال الناس جميعا، ولا يصح له ولا يهدأ له بال أن يتصدر الفتوى وهو لم يطلع على أقوال العلماء. والنخ يقول يحرم عليه أن يفتي إلا أن يكون قد اطلع على اختلاف العلماء وجوبا، وده اللي قاله الشافعي أيضا في المجتهد الذي يتصدر للناس فتوى. فالغرض المقصود احمد ربك ايها السني على استقامة العقيدة، احمد ربك ايها السني انك على عقيدة النبي، وهؤلاء الابرار الاخيار الذين صاروا على نهج نبيهم كلها في النار الا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي. قالوا من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي. لذلك يعني قال ولولا الله، والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت من قوى الأركان. انظر، ولذلك نحن نقول لهم أبو حنيفة، أو دخل أبو حنيفة هنا، أبو حنيفة أيضل الله الناس بأبي حنيفة؟ أليس تحقيقا لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون؟ ها؟ في هذا الباب أتحسبون بأن الله يغر الناس برجل فاسق مبتدع كافر، ها، يؤسس لدينه ويؤصل له ويقعد له ويبقى 1200 سنة أمم يقضون بقضائه وبفتواه يعملون ويجعلونه بينه وبين الله جل وعلا، وتقولون كافر وفاسق في هذا الباب. ولذلك هذا اسمه جهل بالله، هذا اسمه جهل بالله. لذلك انظر، الجميع ينظرون إلى أن الله حافظ ديني، وده الفارق بيننا وبين الأمم السابقة. لذلك قلت لسنا يهودا، لسنا من أهل اليهود، لا لا لا، ليس فينا عبد الله بن سبأ،
أن يدخل، لأن اليهود دخل فيهم من دخل وخرب عليهم دينهم، لأن الله جعلها إلى الأحبار والإيش والرهبان، فكذبوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه. أما هؤلاء فلا، في الإسلام لا، الله تعالى لم يكل حفظ الدين لغيره، ولله الحمد والمنة، فنصب أسبابا لحفظ دينه، قالها الأمير يعيش لها الجهابذة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لعبادته. نصرة الدين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لذلك قال والله لولا الله حافظ دينه، وهذا الأصل الذي نتكلم فيه في هذا الباب. ولذلك كل مبتدع ضال الله يكشف بدعته ويبينها. لذلك قلنا لهم تعالوا هاتوا عندنا الخلل العقدي عند الرجل نتكلم فيه، ما في إلا هذه المسألة يخلط عليه وتغمر في بحر حسناته، كما أنه قيل في كثير من العلماء بهذا، وكثير عندهم زلل وأخطاء، ما من والمعاصرون كذلك، ما من أحد إلا وله الزلل الزلات والسقطات والهنات. قال وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان، يعني بعد ذلك بعدما بين خراب الجهمية وما فعلت الجهمية في الديانة، وأنها نفت صفات الرب، عطلت الرب يعبدون عدما في هذا الباب، خربوا عقول الناس. فالعقلاء والمثقفون لما سمعوا كلامهم وجدوه متناقضا، كالأشاعرة قلنا لهم أثبتتم سبع صفات، أثبتتم أكثر من سبع صفات، أثبتتم ونفيتم، ده تناقض، إما أن تنفوا الكل وإما أن تثبتوا الإيه الكل، والقول في بعض الصفات كالقول في ايه في البعض الاخر في هذا الباب. لذلك لما وردوهم تناقضوا وهم عقلاء قالوا هذا الكلام متناقض، هو ده ما ترى مبتدعا قط الا وتراه متناقض. ولذلك عندما تحصره في الزاوية يهرب ويزوغ باشكال مختلفة والوان مختلفة، ويذهب لمواضيع مختلفة في هذا الباب. فنقول هنا فيه قال اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني، هن شر أماني، أتعبت راحلتي. وهذا مستقى، شوف حتى كلامه في الكتاب بيستقي من كتاب السنة، بيستقي طبعا بيستقي حديث عمر بن المدرس قال أتعبت نفسي أكلت راحلتي ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، شوف نفس مهجتي وبذلت مجهودي وقد أعياني. فشت قال فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيمان، يبين لك أنه دارك النحلة، وهذه معناها إيه؟ واحد بس يديني فائدة من قوله فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيمان. بماله؟ يمينه يابا، يمينه يا أستاذ يا خدوجة، يمينه كل الجهات إلا العلو، هيموتني محمود فحضرش. ممتاز، ممتاز، ايه الافكار النيره دي استاذ؟ ممتاز ممتاز. كما انه اخذ بالاسباب العلويه اخذ بالاسباب السفليه، ممتاز، كل ده ممتاز. ذره ساعه الذره قال ما في نفسك وزياده، شوف ده بيقول لك انا الاساس، فخذوا مني فقد قالوا ما في نفسي وزيادة. والله يا أستاذ حسام ورش الصادق سيصلح سيصل، ممتاز، كلام جميل جدا، لكن هناك أمر أخفى من ذلك. المخالف هواء، نعم، لكن في هذا عزيز جدا صاحب السنة نادر. لذلك وجب عليك أن تبحث عليه بملقات، فإن وجدته فعض بالنواجز. لذلك الإخوة غلابة، كثير من الإخوة غلابة لا يفقهون، فالذي لا يفقه والذي يضيع عليه ويفوت فرصة لن يستدركها بعد ذلك. لكن هذا لابد أن تعلم أنه لما كان ضعيف الهمة انحصر في شيء إيه؟ في شيء يهمه وانتهى، لأنه هو مش ليس طالبا للعلو، هو عايز ينجو فاتركه ينجو. فلذلك قلنا صاحب الحق عزيز جدا نادر جدا، وهو الرجل بين لك ذلك، فتش في كل مكان لم يجد ما يريحه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا الزمان المتزاحم عندنا، ولد الجنون دخلوا طلع الجنون على طول،
النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال في آخر زمان يطلب العلم عند إيه؟ عند الأصاغر، عند الأصاغر. فأنت عندما تذهب لترى صاحب سنة تموت تقتل، يشق عليك السير حتى تصل لصاحب السنة، يشق عليك حتى تصل لصاحب السنة. في هذا قال: أتعبت راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد أعياني، فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيماني، ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني إلا، شوف بقى هنا إلا أو إلا، والتقليل هنا جاي في هذا، إلا طوائف بالحديث تمسكت. طبعا هنا إلا هنا استثناء منقطع، يعني لكن طوائف قليلة جدا يقللها. إلا طوائف بالحديث تمسكت والوصف مقيد، يعني الذي بيّن أن هؤلاء يتبعون وأن كلامهم يدخل إلى القلوب وهو الموزون، أنهم طائفة مذهبية خارجية ها ميعية، لا، طائفة حديث، طائفة الأثر، طائفة حديث، طائفة حديث. لذلك قال: إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. فجمع لهما بين صفتين حتى يؤخذ منهم العلم، جمع بين الكتاب وإيش؟ والسنة. هو ده اللي قلناه بأن العلم الكتاب والسنة، هذا العلم، غير كده ما فيش علم، غير كده لا علم. قال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نص بك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، وأيضا قول الشعب العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا خلنا بخر. أنت تكلمني على الفلسفة اليونانية والمنطق وتقول طب واحد ممكن يفسر لي هذا الكلام كلامي، أو عبد الرحمن يقول لي مخبول هذا الولد المخبول، وأنا قلت لأبيه عشان تبرأ صحتي قلت له ابنك ضال مضل وسيكفر قريبا ويموت كافرا، طبعا هو خاف، أهم حاجة عنده راح لعبد الرحمن هو الشيخ بيكفرني. يا أما أنت أصلا ماشي على الطريق مستوي وترى يقول لك جاب صفحة فيها فلسفة يقول له ممكن حد يفصل لي هذا الكلام؟ هو ده الخيبة اللي احنا عايشين فيها. الولد اللي احنا كنا عليه بيغوص المغفل ده اللي بيقول لك الشيخ الإسلام تمية إسلامه متوقف فيه، ها هو بيقول لك طبعا حد أجيب لهم كلام التفتزاني، ممكن تفتزاني يا عم، التفتزاني يا عم مرجيحة يا اللي بتشوطح، أنا أقول لك خذ كلام النبي هات لي معنى وانتهى، أنت ليه هتكلكع لي المسألة أصلا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكلام النبي أيسر ما يكون، أتيت جامع الكلم، وأنت مع قوالب الفهم اللي أخذتها وتعلمتها على أصل من أصول أهل العلم تستطيع أن تصل إلى مراد الله مراد رسول الله الذي هو المقصود الأسمى من العلم. لذلك قال: إلا طوائف بالحديث تمسكت، هم دول النجاة هنا. وهذا يردك على ما قاله البخاري بأن قول السلام لا تزال طائفة من أمتي الحق ثاني، قال هم أهل الحديث، هم أهل الحديث. وفي قول من فعليك بالجماعة قال الجماعة هم العلماء، إسحاق بن راهوي قال ذلك، الجماعة هم العلماء، ما في جماعة إلا العلماء. لذلك الناس بلا علماء بهائم، قال معنا الناس بدون مجالس علم بدون علماء بهائم كالبهائم. لذلك قال: إلا طوائف وقليلة بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. هم بين إيه؟ بين الوحيين، بين الكتاب والسنة. فمن كان كذلك فهو أعلم الناس وهو أفضل الناس وهو الذي ترجع إليه، وغير ذلك خل وبقر. اجلس تصور معاه مع الموناليزا، وانزل تحت الهرم الأكبر وقل أنا مع الموناليزا، أو مع الأسد الثائر اسمه أبو الهول، مع أبي الهول. هذا الذي سيفيدك عند الشياطين، لكن عند رب العالمين لا يفيدك إلا الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين، فلا نجاة لك إلا بذلك. فانظر إيش قال بقى لك، هو يريد يحكي لك الحكاية، يقول لك: الجهمية خربت الدنيا والمثقفون العقلاء وجدوا التناقض عندهم، لكن لما احتارت قلوبهم وعقولهم وجدوا المحطة النيرة عند أصحاب الحديث، لكن هل تركوهم؟ هل مالوا إليهم؟ ما مالوا إليهم؟ لما؟ لتشنيع هؤلاء الخبثاء عليهم، لأن الجهمية يقولون عن أهل السنة جماعة حشوية نبتة المجسمة
وقال قائلهم دول أصحاب شبش الفرح ما يعجبنا. قال قائلهم قال ونفروا ونفروا إلى التأويل خشية الترسيم. يا رجل اجلس تعلم العقيدة لأن هذا أدب مع الله جل في علاه. كيف تجسم والله قال ليس كمثله شيء؟ تقول أفر من الترسيم، أدخلت رأسك وعقلك في الغيب وكيفت صفة الله فجسمت أنت، أنت الذي فعلت ذلك بنفسك. ولو سلمت للكتاب والسنة ما ذهبت هذا المذهب السيء الرديء. فقال فنفر بالتأويل. من قال لك فر بالتأويل؟ أفعل النبي ذلك؟ أفعل أبو بكر ذلك؟ أعتقد عمر ذلك؟ أعتقد علي ذلك؟ هل من الصحابة من فعل ما فعلت؟ ألا تتقي الله ربك وتأتسي بهؤلاء لأنك خواء في الاعتقاد؟ نعم. نعم، عشان كده الله تعالى يعني استغفر الله جهل الصحابة وأخفى على النبي العلوم وأظهر لأمثالنا العلوم. هذا عته مغولي. ده الكلام ده يعني معنى ذلك أن أقول له أنت أعلم أم النبي؟ يقول النبي لا أعلم، أنا أعلم. هو طبعا لازم القوم. وابن مسعود قال لهم ذلك، قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله. طيب أنتم ميدة خيارين، أو مفتتحوا باب الضلال، لأن ما فيش دي. النبي قال، النبي فعل، الإجابة لا، إذا أنتم مفتتحوا باب الضلال. لما يأتي يقول لي بقى النبي ما تكلم، أقول له يسعى كما يسعى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة تكلموا لا يسعى كما يسعى الصحابة، واسكت وقل سلمت لله جل في علاه. والمسألة مش تفويض معنى، تفويض كيف، لا تفويض معنى. ما الله بيخاطبنا عشان نجهل، عشان لا نعقل. طب ما كان نزل القرآن بالأردو، يعني هو ليه نزله باللغة العربية؟ شوف الأغبياء كيف يتهمون اللهم لا يفهمون. ليش نزلوا باللغة العربية؟ تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أكملوا بالله، بلسان عربي مبين. من قال لك أن الاستوى استيلة؟ من في اللغة يقول لك بذلك؟ من قال لك يد الله فوق أيديهم تقول القدرة والنعمة؟ بين يدي بين قدرتي نعمتي يا مغفل. من يقول لك بذلك؟ أنت جنيت على نفسك وجنيت على كتاب الله جل في علاه بتحريفك. ما احنا أجبنا عن ذلك لما قتلناهم تقتيلا في هذا الباب، يعني في هذا الباب. فالحاصل أنه قال يأتون يقولون حشوية نبتة مجسمة، فنفروا العقلاء من السماع لأهل الحديث. فما حدث ما تراه الآن في الساحة. كم الإلحاد لا يعلم به إلا رب العباد، كم الإلحاد لا يعلم به إلا رب العباد. كل ذلك لأن العقلاء لا يقبلون كلام هؤلاء السفهاء. العقلاء لا يقبلون، ولا يزن عندهم إلا جوامع الكلم، إلا ما 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 يسره الله للعقول القلوب أن تفهم كلام رب علام الغيوب. لكنهم لما نفروهم بالاتهامات الباطلة انتهى الأمر. وده اللي حاصل، إن واحد طلع يقول لهم أنا رجل سلفي، هو طبعا قال عن نفسه إنه هو صوفي بيرد على شعرة، وجاب لهم كما قلت مقطع أنا شفته بتاع اللغة العربية والباء، وأنا سأرددها عشان يعني تحاول أن تفهم أن هذا مغرض. وجاب باللغة العربية وبتاع، والراجل قال له يعني والباء وإن كانت زائدة وإن كانت أصلية. وبعد كده قال له يا عم الشيخ ده بيجوا الأزهر دلوقتي بجزمة فيها رباط، سابوا السلف وجابوا جزمة برباط. يا دم أمك الخفيف، يعني ما شاء الله سنضحك احنا وهذا الحذاء انت ايش تريد؟ تريد ان هؤلاء ايه؟ اغبياء. شايف الجزمة غير رباط؟ ايه بقى السلف؟ فين الرباط؟ فين الرباط؟ يا ما جاب عامل ورده في فيلم لواحدة مخبولة مهبولة، تطلع ماسكة القلة هي دي اللي نشرب منها، التلاجة بدعة حرام، يعني يقول كده. طب وبعدين الأباجورة بدعة، فين السبرتاية؟ فين الشمعة؟ فاهم؟ في هذا الباب. والطيارة ما طيارة بدعة. طب يا عم عايز اروح ليبيا تروح ازاي؟ بالحمار اللي جاي بيموتوا امثالك. لا بالله، في حد بيصدق ان في افكار بهذه والكلام بتستخفوا بالناس بهذه الطريقه؟ يبقى الناس هبل ومروحين هم كمان. يعني اللي ممكن يصدق بان هذه الافكار ممكن تكون عند احد، يبقى ناس عبيد بيشتغل على عبيد، عبيد بيشتغل على عبيد في هذا الباب. فانت اصلا لما تجده يضع لك مقطع كده وتحت بقى دم ام كاتب ها ها ها، وثلاثه اربعه برضه نفس الحكايه،
انت اصلا بتضرب في السلف، انت تريد ان تبين للناس ان هؤلاء عندهم ايش، عندهم جمود وعدم فهم. ده يابا ده جزمه برباط، وكتب بقى رباط بايه، مد الالف ست حركات برباط، فاهم؟ خالف السلف بادي تل. هو ده المطلوب. فلذلك انت ترى الان المرجح والخوارج والدواعش ومن يجمع، طيب، والروافض، كله داخل يضرب ضربه قويه على من؟ على من؟ مثلا على اهل السنه، ضارب بهذا الضرب على هذا الباب. ويقول لك المتجمدين يا عم في ايام الانتخابات كمان، اوعى ده هينيموكم الساعه 6. انا ده بصي، ده انت لو طلعت وعينك هيفقعوا عينك. وبعدين مستحضرين واحد واقف على الامه مع ميه نار، لو انت مش منتقبه هيقول هذه الملعونه السافره، هيكبوا ميه نار فين؟ والله العظيم انا ما بمسحش، الكلام ده حصل حقيقي ورب العزه، حصل مش افلام يا ابني، ده حقيقه حصلت. مش عايز اقول الاسم، لا حقيقه، هيكبوا ميه نار في وشك، عارفه مش ولا هيسيبوكي، كل ده وضرب. فين الديانه؟ فين ان انا وانت بتنافس عشان ارفع انا الرايه وترفع انت الرايه للدين؟ فين؟ فين خالد بن وليد لما نزل وقال خلاص مات ابو بكر واستخلف عمر وابو بكر احب الرجلين الي ونزعني عمر فاني جندي لله، نزل تحت رايه ابي عبيده وانتهى الامر. هو ده الدين، مش عايز تنصر الدين، ده الدين. فالجهميه ابن القيم يقول لك مال العقلاء النبلاء لكلام اهل الحديث، كلام الله، لانه كلام مش من عادات النفس، فمال لهم ولكن نفروهم هؤلاء السفهاء، وقالوا لهم الحشوية النبتة، وجعلوا لله أدراس ولسان وأسنان. ونعم يقولون بذلك، أعوذ بالله، مش هم يقولون، الذين يقولون بأن الله يتكلم يبقى هم وصفوا الله بالأسنان واللسان واللهات وكل ده نقص، أعوذ بالله، لأن ده يحتاج إلى إيه؟ إلى هضم الطعام، والله صمد سبحانه وجل في علاه. الغرض المقصود أنهم قالوا بذلك ونفروا الناس من هذا. فقال ابن القيم فما كانت النتيجة إلا للحاد العارم الذي عم وطم في البلاد. والآن أنت تراه أمامنا الآن، لأن كل ما أراكم كذا يقول لك ده مش دين، مش عايزين الدين ده، تناقض وبعد كده تشدد، مفيش دين. بالضبط هناك ناس من النصارى أرادوا الإسلام أو وقعوا في الروافض، لما سمعوا لهم قالوا نحن بنفر من عباد الثلاثة، تدخلونا في 12، أنتم مجانين، ها هو هذا مجانين، وتركوا الديانة. نعم. فأنت تحمد الله أخي الكريم أن الله جل في علاه جعل لك أهل الخير والسنة أن يبينوا لك. ولذلك قالوا الذي تبغيه فوق عبادي فوق السماء وفوق كل مكان، وأثبت العلو لله جل في علاه. وطبعا أدلة العلو هذه بحر لا نهاية لا سحل له، وهم أيضا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويرون أن من يرى بأن الله في العلو كافر. نعم، يرون، يقول لك هؤلاء السفهاء جعلوا الله حيزا وحدا، لأنه لو على العرش يبقى العرش يحويه، أعوذ بالله من غضب الله. قف 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 عشان تعلم الأصول التي نمشي عليها في هذا الباب بالكتاب والسنة. ماذا قال الله؟ ليس كمثله شيء. الآن أنت الذي دخلت وقلت حيز ومحد ومكان، ماذا فعلت؟ دخلت عقلك فين؟ في الصفة، كيفتها ولا ما كيفتهاش؟ وكيفت صفات ربك وحدها أهو الله في هذا الباب. يا ابني الحلال افهم، خليك تتعلم التعلم الصحيح. أنت الآن استواء الله أنت تراه أم هو غيب عنك؟ أجيبوني. والغيب كيف يتعامل معه الطالب المكلف العبد لله التسليم التام؟ يؤمنون بالغيب. فأنت تقول أمنت بالله، هو لسان الحال ولسان المقال، أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، يبقى يستوي. هو أخبرك أنه مستوي، أنت هتقول له أنت مستولي؟ كيف تكذب ربك؟ هو قال أنا مستوي، أنت تقول لا أنت مستولي؟ انت تعاند الله جل في علاه وتشحد بكلامه. طب انت اعلم من النبي؟ طب النبي ما قالش ليه هو مستولي؟ ها، عشان ابين ضعف هؤلاء وعدم فهم هؤلاء. الرحمن عرش استوى، طب استوى الكلام ده اردو ولا عربي؟ الاستواء في اللغه معلوم ولا بابا تيكا؟ ها
معلوم يعني احنا عرب صح كده. قالها مالك و و ها ولست معلوم المعنى طبعا ما لها عشان يفهموا بقى بس معلوم المعنى. فالاستواء في اللغه معلوم علمناه على 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 العرش صح. طب كيف على المشكله ادخلوا عقولهم. ليش هم هربوا ادخلوا عقولهم؟ انا اقول لك ايه اللي خلاهم يفروا ويقولوا المستوي. ماما ادخلوا عقولهم دي ايه؟ ده العرش اهو. ما ده العرش صح كده. العرش خلاص لله المثل الاعلى. انا استويت على العرش اهو. طيب استويت صح كده. شيلوا بقى من تحت ايه. انزعوا 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 بقول لك انزعوا اهو. انا لو جلست هيحصل ايه؟ هم بقى حسبوا الله كذلك وجعلوا الله يحتاج للعرش مش العرش اللي محتاج لله. ده في علاه الاغبياء الذين لا يعلمون بان الله على كل شيء قدير وان الله سبحانه جل في علاه اكبر من كل شيء. فنقول له هو استوى على العرش والعرش يحتاج الى الله جل في علاه. ولذلك لما قلنا سيب بقى دي الله يكرمك قف معها لتتعلم. ولما قلنا بانه نزل الى السماء قلنا ايضا لا تكيف الله اكبر من كل شيء. لا سماء تذله ولا سماء تقله. لا سماء تذله ولا سماء تقله. بل خذ الاقوى من ذلك ينزل الى السماء وهو على العرش. ماذا فعلت؟ كيف تقول ذلك؟ قلت انت بعقلك الخرب لا 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 تقيس ربك على ايه؟ على عباده. الامر الثاني لو كنت مؤمنا حقا ماذا عليك فيما ياتيك من ربك؟ انا عايز اجابه واحده بصوت واحد. ها التسليم. طب اسمعوا اسمعوا اسمعوا. قال الرحمن العرش استوى. تسلمون ولا لا؟ ممتاز سلمنا. الرحمن العرش استوى. قال النبي ينزل ثلث الليل. ينزل ولا لا؟ اذا هو على استوى وهو ينزل. ولان محرم عليك ان تقول لي كيف. عليك ان تقول عند الكيف سلمت. سلمت. امنت بالله بما جعل الله على مراد الله وامنت برسول الله بما جعل رسول الله وعلى مراد رسول الله صحيح. هذا الدين. هذا الادب مع رب العالمين. هذا التسليم لسيد المرسلين. اما هذه المعاناه الذي يعيشونها مع الفلسفه اليونانيه والمنطق والهبل والخبل الذي هم فيه وهم اضعف الناس حتى لغه يعني عمالين لحن الخلود هم بيتكلموا ويقول لك واللغه ويقول لك ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الخراب الاعظم اللي عليه الاعظم الذي عليه. فالغرض المقصود نقول هنا هنا قال ان الله جل في علاه فوق العرش. ما تبتغيه فوق العرش استوى. وادله الاستواء ادله العلو كثيره. اصرحها الرحمن على العرش وقال أأمنتم من في السماء. في هنا بمعنى ايش؟ على. ويعتوران في اللغه عند جمهور اهل اللغه لما يعتوران يعتوران في بمعنى على. والدلاله على ذلك واضحه جدا. ان السياق يأبى ان تكون على الظرفيه في هذا الباب. ليش؟ لانه قال لأصلبنكم فيه. فهل هو فعل ذلك فرعون؟ لا. طيب قال فامشوا في مناكبه. يبقى كل واحد ماسك بالدوزر ويحفر وماشي جوه تحت جوه الارض صح؟ في هنا بمعنى ايش؟ بمعنى على. في بمعنى على. يبقى امنتم من على السماء لانه قال الرحمن على العرش. استوى العرش فوق السماء. والعرش خلق عظيم. ابن عباس يقول الكرسي اللي قال فيه النبي السماوات السبع والارض السبع بالنسبه للكرسي كابره حلقه في فلات والكرسي بالنسبه للعرش حلقه في فلات. فقال ابن عباس والكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله. شوف قال الكرسي موضع القدمين وده اصلا لابد ان يكون مرفوعا. غيب هو الان في هذا الباب. وقد قال الله تعالى تعرج الملائكه والروح اليه. العروج كل شيء يصعد دلاله عليه العلو وهو قال فيتعاقبون فيكم فيعرج الذين باتوا فيكم. تعرج اليه الملائكه اليه يصعد الكلم معراج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعني الى السماء السابعه الى ان بلغ الى سدره المنتهى. والنزول ايضا يدل النزول لا يكون الا من علو. قال ينزل عليكم من السماء رزقا. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى ثلث الليل الاخر في هذا الباب. ناهيك بقى على الادله الكثيره التي جاءت صريحه في
في علو الله جل في علاه من اسمه العليم الحكيم العلي القدير. العلي اسم من اسماء الله الحسنى يتضمن صفة العلو. والعلو هنا ليس علو الشأن والقهر كما يقول المبتدعة، بل علو المكان وعلو القهر والشأن، وهو القاهر فوق فقعبا. وما لكم لا ترجون الله. لا، المعتزلة ينفون الاسم والصفة، ومنهم من ينفي الاسم دون لا ينفي الصفة دون الاسم، يعني يقولون كريم بلا كرم، قدير بلا قدرة، وهذه معناها أنهم لا يؤمن بالاسم حقيقة الأمر. لا يؤمن. هو طبعا إيه اللي خلاه يقول بذلك؟ الذين أثبتوا يقول بذلك، هو يريد ينفي الاسم أصلا، لكن عشان 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 الضرب اللي عليه ما يكون شديد. وفي حقيقة الأمر نحن نقول له تعالى هنا أنت بتفر من الصفات، أنك بتقول تعدد الصفات تثبت تعدد الإيش؟ الذوات، صح كده؟ وتعدد الأسماء أيضا يعدد الإيه؟ على نفس أصلك، فأنت كافر كده على أصل على أصل على أصلك فيها. لكنهم هم يفرون خوفا ولا يؤمنون بذلك أيضا. ثم قال وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن. قال والفطرة تؤكد لك إيه؟ علو الرحمن. وهذه الفطرة هو ده اللي قال له الهمداني، يعني ضرب أذكى الأذكياء الجويني عندما قال الجويني. ويريد بصه بقى، شوف كهن مش كهن، شوف هنا تحايل أهل البدع طبعا. أصلا الحمد لله الجويني أيضا الله جل وعلا رده إليه، وقال ليتني مت على عقيدة حجاز نسابور. يعني كان بيقول كان الله ولم يكن شيء، وهو على ما كان عليه، صح كده؟ ما هو قال على ما كان عليه. فالهمداني قال احنا مش هنخش في صفصطها. هو ده دايما علاج الفلسفة اليونانية وهؤلاء الغش، انك تقول تعال تعال فين الاثر، فين الكتاب، فين السنة، هو ده العلم. فقال له دعنا نترك هذه الصفصطة، اجبني على شيء في نفسي، ما وجدت في نفسي ان ادعو ربي لشيء احتاجه او بلية ترفع الا وجدت قلبي يتجه الى السماء. ايه ده؟ ماذا فعل الرجل؟ ضرب على رأسي هكذا، أنا اللي جبت ده كله لنفسي. هو قال أنا اللي جبت ده كله لنفسي. قال حيارني الهمداني، حيارني الإيش؟ الهمداني. الفطر تأوي إلى العلو. والله بنت أمريكية قبل أن تسلم قالت لي تصريحا، والله كنت أمر بظروف تتعبني جدا، فما أرتاح إلا بهيئة المسلمين، أضع 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 رأسي على الأرض فأبكي ويزول عني ما أهمني، هيئة السجود. والسجود ده أرفع ما تكون فيها، أنك تزل أنفك لله جل في علاه. فلله علو القهر والشأن والمكانة. لبس هؤلاء على 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 الناس، فحاولوا تغطية عقيدة أهل السنة، وأن لهم ذلك وأن لهم ذلك. سمعته برنامج بيتكلم عن صفات الله، كدت أموته، أنفاسي كادت تذهب، لكني ما أستطيع أقول شيئا إلا أن نعلم الناس العقيدة الصحيحة، فإن الأمر جلل فقط. نعم، لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.